حكمة اليوم إنك تعتذر عن خطأ أنت سويته، هذا ما بيجرح كرامتك، بالعكس ممكن يخليك كبير بعين من أخطأ بحق. أحيان كثير في ناس تخطي بس بيكون كبير عليها إنه تعتذر. فكر قبل ما تخطي على العالم، فكر إنه العالم كمان عنده كرامات، وبالتالي طالما أخطيت لازم تعتذر. ماشي يا أمور؟